Calculus 1 والسكشن هو implicit differentiation and inverse trigonometric functions، وكما وعدت سنقوم بحل هذه المسألة وإيجاد y prime. خلينا ننتبه في البداية إلى أنه يوجد عندي هنا y، يوجد عندي sin 2x، وهنا يوجد طبعا product rule، عندي هون x و cosine 2y، أيضا يوجد product rule. نبدأ بإيجاد derivative. نثبت y، ثم نجد derivative of sine 2x، و derivative of sine 2x هي cosine 2x مضروبة في 2، و 2 هي derivative of angle 2x، بتصير 2 plus، رح نعكس العملية، رح نجد الـ derivative للـ y وهي y prime، ثم رح نثبت sine of 2x equals. أيضا في عنا في right hand أيضا product rule، عندي x عندي cosine 2y، هلا راح نثبت الx وسنجد derivative of cosine 2y، و derivative of cosine 2y هي minus sine 2y مضروبة ب derivative للانجل، و derivative هذه الانجل هو 2y prime لأنها 2y، فتصبح 2y prime plus، راح نعكس العملية ونجد derivative of x اللي هي 1، ثم راح نحافظ على cosine 2y كما هي. يعني أصدقاء، أحاول أني أكتب هذا هاي الإكويجن without brackets، راح نحاول نتخلص من brackets. عندي term، عندي two terms، وعندي بهذا السايد أيضا two terms، نحاول نرتبهم. عندنا 2y cosine 2x، يمكن أن نكتب بهذا الشكل 2 بالبداية، ثم y، ثم cosine of 2x plus y prime sine of 2x equals and the 2 times minus تصبح minus 2x then y prime then sine 2y. طبعا نحن نكتب 2xy prime أو 2y prime x، ثم نكتب trigonometric function plus 1 times cosine 2y اللي هي cosine of 2y. الخطوة التي ستلي هذه هي أن سنجمع كل حد يحتوي على y prime على left hand، وكل حد لا يحتوي على y prime the right hand. So راح ينتقل هذا لهذا الطرف، وراح ننقل 2y cosine 2x الى الطرف الاخر. يبقى عندنا في الليفت هاند y prime then sine 2x plus، راح ينتقل هذا لهون، plus 2x y prime sine of 2y، راح نكتب cosine 2y minus هذا الحد اللي راح ينتقل من الطرف الأيسر إلى الأيمن، وهو minus 2y cosine of 2x. لاحظ أنه عندي كل term في left hand يحتوي على y prime، لاحظ في عندي هون y prime، في عندي هون كمان y prime، وبإمكاننا أن نأخذ هاي y prime as a common factor. so y prime يبقى عندي sine 2x plus 2x sine 2y equals
cosine of 2y minus 2y cosine of 2x. والخطوة الأخيرة هي أننا سنقسم الطرفين على هذا من أجل الحصول على y برايم، سنقسم على هذا المقدار، ثم تتحول إلى ما يلي y برايم، راح يكون هذا في النوميريتر وهذا في الدنوميريتر، عندنا كوساين 2y ماينس 2y كوساين كوساين 2x مقسوما على ساين 2x بلس 2x ساين 2y، وبهذا يكون قد انتهى حل هذه المسألة وأوجدنا y برايم. أما السؤال الذي سيلي هذا السؤال فسوف يكون بهذا الشكل، عندنا الديريفاتيف، وهذه طبعا أسهل من سابقتها لأنها مطلوبة at point، وكما تعرفنا أنه أن الديريفاتيف at point أسهل من أن نجد الديريفاتيف as a function of x and y. إذا كنت مهتما في أن ترى كيف نحل هذه المسألة ابقى معنا وشكراً.